أهلا بكم. عن ماذا تحدث الناس على السوشيال ميديا اليوم؟ لنرى. إذا كنت تشعر بالملل من كوكب الأرض، ناسا تؤمن لك الهروب منه. وفي الإمارات يستعد المغردون لعام زايد، وسنعرف أيضا لماذا يوجه النجم محمد رمضان رسالة للجزائر. كل هذا وأكثر في نصف ساعة من شاء. أهلا بكم. بالأمس سألناكم كيف تغيرت حياتكم بعد انتشار التطبيقات الذكية، لكن لم نتمكن من عرض تفاعلاتكم بسبب ضيق الوقت، لهذا قررنا أن نتيح لكم فرصة أكبر لتحكوا لنا عن تفاصيل أكثر. نتمنى أن تشاركونا إياها على سؤالنا اليوم. سؤالنا يقول: كيف كانت حياتكم قبل وبعد انتشار التطبيقات الذكية؟ شارك برأيك معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة، أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير على قناة الغد باليوتيوب، ودائما تواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. بماذا غرد الوطن العربي اليوم؟ التوب ترندز على تويتر، والبداية من الكويت التي غرد شبابها على هاشتاغ لاعب كويتي معتزل تتمنى يرجع، وتصدر تويتر طوال اليوم. في الأردن كان المزاج العام متفاعل بقوة على هاشتاغ اكتب حلمك في تويتر، بينما في مصر غرد الشباب على هاشتاغ أوغندا بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تفاصيل مباراتي مصر وأوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والمقرر إقامتها نهاية أغسطس الجاري. وأخيراً في الإمارات دشن نشطاء هاشتاغ عام زايد بعد أن أعلن الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة أن عام 2018 سيحمل شعار عام زايد، مناسبة للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الزعيم المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. إذا كنت تشعر بالملل من كوكب الأرض، أو لو كنت تبحث عن وظيفة مجزية، عليك بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ناسا أعلنت عن وظيفة حارس كوكب بدوام كامل والراتب 187 ألف دولار. رغم أن ناسا طرحت الأمر بشكل جاد، إلا أن السوشيال ميديا طبعا حولته مادة للسخرية، وفضل مثلا عبد الرحمن أن يغرد بالضحك على الخبر ولم يستطع أن يعلق عليه. أما مصري فقال: وظيفة حارس كوكب من ناسا وراتب 187 ألف دولار سنويا. حضرتك أنا معايا شهادة خبرة، كنت بحرس المشتري وعطارد، ومعايا 3 لغات لكائنات فضائية أخرى. اللقطة المميزة أن طفل عمره 9 سنوات أرسل خطابا لناسا، كتب فيه أنه مؤهل لهذه الوظيفة لأن شقيقته تقول أنه من الفضائيين، وأنه سبق وشاهد هؤلاء الناس في الأفلام. هذه ليست القصة، القصة الأجمل أن ناسا شخصيا ردت على هذا الطفل ولم تقطع له الأمل، وقالت له ربما في المستقبل. أنا أعجبني كيف يحترمون الإنسان حتى ولو كان طفل. قل لي وأنت طفل، ماذا كانت تطلعاتك لوظيفة المستقبل؟ يعني مثلا لو كنت نابغة ممكن يكون طموحك أن تصبح رائد فضاء مثلا. طبعا الرسوم المتحركة التي كنا نشاهدها كان لها دور كبير في تشكيل تفكيرنا، تخيلنا للمستقبل. الكرتون الرسوم المتحركة، بالمناسبة إذا كنت ما تزال تشاهد الرسوم المتحركة أطمئنك أنت بخير، وهناك الكثيرون مثلك. لهذا انطلق اليوم هاشتاغ وش أفضل فيلم كرتون شفته، لنرى ماذا قال عنه المغردون. مروان كتب: سالي سالي يا كان يتقطع قلبي عليها يا إخوان، لا أحد يجرح مشاعري كنت أحبها. أما علي جابر فنشر صورة لكرتونه المفضل وقال: ماروكو.
اتحدى اي بنت ما يعجبها ده، اقسم بالله ادمان. كنت اجي مستعجل من المدرسه على نهايه برنامج من ذاكره التاريخ ويبدا ماروكو. اسمي ماروكو الصغيره، صح؟ اعتقد. غريب الدار كان له راي مختلف وماساوي نوعا ما، فقال: والله يا جماعه الخير اني ما اعرفها ولا عمري شفتها، لا طفوله تهنينا فيها ولا تهنينا يوم كبرنا، ما نعرف الا الغنم والابل. ماذا شاهد العالم اليوم؟ أكثر الفيديوهات مشاهدة نبدأها مع رد فعل سريع وذكي من الفنان محمد رمضان. بعد تداول فيديو قديم له عمره 10 سنوات تقريباً، ظهر فيه يهاجم الشعب الجزائري. بمجرد انتشار الفيديو القديم قرر رمضان إنقاذ الموقف ونشر فيديو على صفحته الخاصة على فيسبوك. ماذا قال؟ نشاهد. إن كل احترام وتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق والبلد المليون شهيد اللي بنفتخر بها كلنا كعرب ان هي بتنتمي الينا، وبعتذر لهم عن انتشار الفيديو اللي كان يعني فيديو قديم جدا، كنت صغير وكان في وقت فيه خلاف شديد بين الشعب المصري والشعب الجزائري بسبب المنتخبين بسبب كرة القدم، و يعني من الواضح ان باين ان اعداء النجاح هم اللي بيدوروا عن اي خطأ لمحمد رمضان، انهم يظهروا فيديو بقاله حوالي 10 سنين تقريبا، كنت صغير فيه جدا، ومع ذلك انا بعتذر للشعب الجزائري يعني بكن لهم كل الاحترام والتقدير وبقول لهم انا اسف، انا كنت صغير وكانت لحظة غضب، ولكن الكلام ده مش من قلبي، اللي في قلبي هو كل احترام وتقدير ليكم، شعب غالي وشقيق وبنفتخر بيه وبلد المليون شهيد، بلد لها إنجازات عظيمة، فبعتذر لكم المرة الثالثة أو الرابعة وأرجو من كل رد فعل ذكي وسريع ومهذب، ولكن كيف يتقبله الجزائريون؟ هذا ما ستخبرنا عنه السوشيال ميديا في الأيام القادمة. بالأمس في شير عرضنا فيديو لشاب قرر أن يلتقط سيلفي مع مجموعة من الشباب دون رغبتهم باعتبار أنهم أصدقائه، ناس لا يعرفهم بالمرة. يبدو أن هذه الفيديوهات تحولت إلى نوع من أنواع التحدي. هذه المرة ليست صورة، ولكن التحدي هو أن تأخذ طعام أشخاص لا تعرفهم أو أنك تجلس لتشاركهم طعامهم. كيف سيكون رد فعلك إذا حدث هذا معك؟ الإجابة في الفيديو التالي. شيل أغراضك بس تعود شوي. ما بعرف. إيه؟ ما بعرف. بس بصير أعرفكم عادي، مش مشكلة. إيش بدي أسألكم؟ قبل شوي بس أنا أتذكر. Wait, it's a dare, yeah. It's a dare. شو دير؟ لا مو دير، ما في دير. شو اسمك؟ تعرف وحيات ماما أنا ما بتقوم هلا. طب اعطيني سندويش، اعطيني سندويش. بس بدي اجرب البطاطا قبل ما اشتريها. سوري بعرفك انا؟ ايه؟ بعرفك انا؟ لا بس بدي اشوف كيف وضع البطاطا اذا زاكي ولا لا. انا جوعان والله. جوعان والله كثير، فقلت عندك شيبس ممكن اخذه منك. هذه الايام تكاليف الزواج اصبحت عاليه جدا، وكثير من الشباب يرون ان الامر اصبح مستحيلا. لكن لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب في منطق العريس الذي سنشاهده الان؟ لنرى ماذا فعل. Hari siang hari ini satu dan acara pesta pernikahan, ya kita persembahkan untuk panitia semuanya tentunya. Oke, saya kembali kami menunggu persiapan khusus dia ya yang masih berfoto-foto ya ditunggu. Alasannya sibuk foto-foto pas lagi. Terima kasih.
أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه هو الانتحار. أيًا كان شعور الإنسان بالهزيمة والانكسار، هي لا شك لحظات سيئة وستنتهي بشرط قوة الإرادة والإصرار. لماذا أقول هذا الكلام؟ بسبب الفيديو التالي. بطلة الفيديو التالي فتاة هندية قررت الانتحار من أعلى عقار، إلا أن شجاعة رجل الشرطة أنقذتها. الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، لنرى ماذا حدث معها. الجريء لا يهاب أي موقف، وقد يخاطر بحياته من أجل الواجب أو من أجل قيادة الدراجات مثلا، مثل بطل الفيديو التالي. بطل قرر أن يتحدى هضبة عالية، لنرى ماذا فعل. بعد الفاصل في شير سنستعرض تفاعلاتكم على سؤال اليوم. سؤالنا يقول: كيف كانت حياتكم قبل وبعد انتشار التطبيقات الذكية؟ وأيضا The Bright Mom، فكرة جديدة ومشروع مهم لكل الفتيات والأمهات. انتظرونا في شير بعد قليل. أهلا بكم من جديد في شير. الأمومة مرحلة تتحول فيها حياة المرأة، وتبدأ بالتعرف على أشياء لم تجربها من قبل، مثل العناية بمولودها، إطعامه، نظافته، وفي نفس الوقت عليها أيضا أن تهتم بصحتها وبنفسها. ويزداد الأمر صعوبة كلما قلت خبرة هذه الأم، فلا تجد إلا خبرات أمها أو صديقاتها والتي ليست دائما صحيحة. لهذا السبب قررت شيماء سليمان وأنسام محمد توفير كل هذا الجهد بإطلاق صفحة The Bright Mom. The Bright Mom يشاركون عليها كل الخبرات المتعلقة بالأمومة من خلال أطباء واستشاريين يقدمون معلومات في فيديوهات قصيرة. ما رأيكم أن نشاهد أحد فيديوهات The Bright Mom؟ نتيجة تغير الهرمونات مع الحمل والولادة ونقص الفيتامين أثناء الرضاعة ومحاولات التخسيس المستمر. السقوط ده عادة بيحصل من 3 شهور وبيستمر لحد 6 شهور، بس ما تقلقيش خالص، كل الشعر هيرجع زي طبيعته. مهم في الفترة دي نركز على التغذية السليمة ونركز على الأطعمة الغنية بالبروتين زي اللحمة والبيض والكبدة، والأطعمة الغنية بمجموعة الأوميجا زي السمك والمكسرات، والأكل اللي فيه حديد زي الخضروات الخضراء وفاكهة زي التفاح، والبقوليات زي العدس والفول، وياريت نعصر عليهم ليمون لأن ده بيحسن امتصاص الحديد. وطبعا ممكن نساعد نمو الشعر الجديد عن طريق مجموعة الفيتامينات بتاعة الشعر، وممكن برضو لوسيون يغذي البصيلات، وده أحسن حد هيكتبهولك دكتور الجلدية عشان يوصفه حسب حدك. الرضاعة الطبيعية من أجمل الروابط بينك وبين طفلك، استمتعي بيها. معنا الآن عبر سكايب شيماء سليمان وأنسام محمد صاحبة فكرة The Bright Mom. أهلا شيماء وأنسام، سعداء بكما في شير. أهلا نورهان. أهلا نورهان. هاي. أهلا. أبدأ مع شيماء، وأريد أن أعرف منك كم من الوقت أخذ التحضير لهذه الفكرة ومن شجعكم عليها؟ أخذت مننا تقريبا حوالي سنة بنفكر فيها، أول ما أنا وأنسام ربنا رزقنا بأطفالنا. اللي شجعنا عليها إن إحنا كنا مش لاقيين مصدر موثوق فيه من المعلومات نبتدي فيه مع أطفالنا، نربيهم إزاي ونتعامل معهم إزاي. فقلنا التجربة اللي حصلت فينا مش هتحصل في الأمهات الموجودة بالذات لو أم جديدة، فقررنا إن إحنا نعمل The Bright Mom. فكرة رائعة، وأكيد كثير من الأمهات الحديثات بحاجة إليها، ومبروك طبعا على الأطفال، يعني تربوا في عزكم إن شاء الله. أنسام، بدأتم التحضير، يعني استغرق التحضير سنة، إلى أين وصلتم اليوم؟
احنا الجروب والبيج بتاع The Bright Mom ابتدت في شهر مارس اللي فات 2017، والنهارده بعد عدد الشهور دي وصلنا ان احنا اكتر من 5000 ممبر على البيج، واكتر من 7000 ممبر على الجروب، واكتر من 70% من الممبرز دول ار اكتف على البيج وعلى الجروب كمان. رائع جدا. هل تعتمدون فقط على اصداراتكم منشوراتكم ام ايضا تحت او تلجؤون للدعايه انسام؟ احنا يعني احنا عندنا البلاتفورم بتاعنا، احنا بنعمل احنا الفيديوهات وبنعمل اي سورس اوف انفورميشن للامهات احنا اللي بنعمله، وكمان بنعمل دعايه لينا على جروب ثانيه وعلى الفيسبوك وعلى بلاتفورم ثانيه زي الانستغرام واليوتيوب وكده. رائع. شيماء، ما هي اكثر التخصصات التي تركزون عليها في تثقيف الامهات؟ بنختار الحاجات اللي الامهات دايما بتبقى بتسال فيها زي دكتور الاطفال، بالذات لو ام جديده بتبقى محتاجه تعرف حاجات كتير عن طفلها مولودها الجديد، تعرفها عن طريق دكتور الاطفال او عن نفسها هي عشان تقدر تتعامل مع طفلها. فبيبقى عندنا واحده او حد يعني سايكولوجيست والنيوتريشنست كمان، ففي مجالات معينه بتبقى الام محتاجاها في اول مرحله من الامومه، دي المجالات اللي احنا بنركز عليها في المرحله دي، وخصوصا ما يتعلق بالامور النفسيه وايضا بالتغذيه. طيب انسام، كيف يعني هي ردود الافعال والتفاعل معكم؟ ما هي اكثر الاسئله مثلا التي تطرح عليكم؟ احنا ردود الافعال بصراحه احنا فوجئنا بيها، لان هي it was very positive والناس بتشجعنا كتير جدا. احنا حتى في دكاتره كتير قوي هم او متخصصين هم اللي بيكلمونا وعايزين يبقوا جزء من التيم بتاعنا. الاسئله اللي بنسالها اكتر حاجه هي الاسئله الخاصه بالام والطفل، العنايه بالطفل، ازاي اتعامل مع ابني او بنتي في مواقف معينه سايكولوجيكلي، او حاجات لدكتور الاطفال، وكمان بيجي لنا حاجات للسيده بقى نفسها بترد عليها دكتوره الجلديه اللي عندنا في الجروب. دي اغلب الاسئله اللي بتجي لنا. يعني هو اهم شيء ان الاجابه تكون من طبيب متخصص. شيماء، ممكن مثلا تخبرينا على اي اساس يتم اختيار الاطباء المشاركون معكم؟ لازم طبعا المتخصص يكون يعني يكون ذو خبره في المجال بتاعه، ويكون بيتعامل مع فئه الامهات علشان يبقى عارف هو هيرد ازاي او هي هترد ازاي. لازم يبقى عندها الخبرة والتخصص بنسبة عالية. رائع. أنسام، أنتم تقدمون أشياء أخرى، يعني تنتجون أفلام خاصة بالأم والطفل، ولكن عندكم أيضا وسائل أخرى لمساعدة الأمهات، ممكن تعرفينا عليها؟ دي حقيقة. إحنا مش بس مكتفين بالفيديوهات، إحنا كمان عايزين نساعد الأمهات أكتر، فبنعمل مثلا نصايح دورية بصورة frequent للأم للطفل حتى للزوجة يعني في بيتها. كمان بنعمل أرتكل بتكمل يعني الفيديوهات بتاعتنا، بتبقى نفس التوبيك بس المعلومات فيها بتبقى أكتر. بنعمل ووركشوب للأمهات وللسيدات برضو عشان نساعدهم يتكلموا بقى دايركت مع الناس المتخصصة، سواء الدكتور أو الناس المتخصصين اللي عندنا في التيم. بلا شك كثير من الأمهات بحاجة إلى صفحة عصرية مثل The Bright Mom. كل الشكر لشيماء سليمان وأنسام محمد أصحاب هذه الفكرة The Bright Mom. شكرا. Thank you. وصلنا معكم للدردشة، وسؤالنا اليوم يقول: كيف كانت حياتك وكيف أصبحت بعد انتشار التطبيقات الذكية؟ نبدأ بإجاباتكم على فيسبوك. أول تعليق من محمد عبد الظاهر. محمد قال: الحياة أصبحت أسهل مع انتشار التطبيقات الهامة المفيدة، الآن تستطيع أن تشتري أونلاين وتستطيع أن تتابع البزنس وتنهي العديد من الإجراءات أونلاين أيضا. لكن عبد الخالق الجبوري كان له رأي مختلف فقال: كنا مجتمعين والآن متفرقين ومتواصلين جسديا فقط
لا روحيا. محمود نصر الدين علق على فيسبوك: كان في صلة رحم وتواصل حقيقي، مش الوهم اللي الناس عايشة فيه حاليا. فيديو اليوم وصلت مشاركاته ل 12,000 مشاركة، بينما شاهده 1.5 مليون في ساعات قليلة. الفيديو يصور طريقة جديدة مختلفة للقفز بالمظلات. نتابع. أبرز القصص التي تفاعل معها الناس عبر صفحات السوشيال ميديا. شاركونا بقصصكم وتعليقاتكم حول أي شيء له علاقة بالسوشيال ميديا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة أو عبر تطبيق الواتساب، وأيضا شاهدونا على قناة الغد باليوتيوب وخاطبونا على هاشتاج شير الغد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من شير.